الرسمية من فيلم ديون صورت في الأردن. الحمد لله، يعني هذا بركة وفخر إلنا، فخر لكل الأردنيين. المشاهد اللي بتحبس الأنفاس من فيلم ديون تصورت في الأردن، فقصة الفيلم مأخوذة عن رواية خيال علمي أمريكية طلعت في الستينات بنفس الاسم، وبتحكي عن صراع بين إمبراطوريات وكواكب وهمية في مجرة بعيدة عنا. ومثل ما صار بفيلمي The Martian و Star Wars The Rise of Skywalker، صناع فيلم ديون ما لقوا أنسب من طبيعة الأردن ليصوروا في بيئة طبيعية بطريقة بتخلي صورة الفيلم تكون حقيقية. ف90% من مشاهد الفيلم تم تصويرها بصحراء الأردن، والتصوير أخذ تقريباً شهر وكان بأبريل سنة 2019. Jordan has a very special vibe. It's very impressive how every 25 miles you have a totally different landscape. وبالرغم من صعوبات التصوير بفيلم بهالضخامة، إلا إنه هالتجربة كانت مميزة عن نجوم الفيلم. Going to Jordan was a monumental moment in my life. I've never seen a desert like that. Never. I'm a rock climber. I've never seen rock like. Wadi Rum, the Jordanian desert, and every day I come here to work, I'm always surprised by the beauty and the force of nature. It added a transformative quality. I think for everyone. The overall experience in Jordan has been incredible. Every day when I go on set, I'm just like, whoa, like this is where I get to work today. We've all been welcomed with open arms. وهالشي ما كان ممكن يصير إلا بدعم من الهيئة الملكية للأفلام. تم التصوير في وادي رم وفي وادي نملة بمنطقة وادي عربة، ثلاث مناطق. ولأنه هالعمل جداً مهم بالنسبة لصناعة السينما في الأردن، تم الاحتفال بعرض خاص للفيلم بحضور الأمير علي بن الحسين رئيس مجلس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. الحمد لله، يعني هذا بركة وفخر إلنا، فخر لكل الأردنيين. في كتير من الأردنيين اللي اشتغلوا على هذا الفيلم وأفلام من السابق، وأيضاً في أوقات كانت صعبة، يعني العمل اكتملت، فالحمد لله الآن. وهذا الفيلم يعني عالميا إلها قصة قوية وإلها قصة بهمنا جميعا، فالحمد لله. نحن اليوم بالتحديد عم نكون البلد الأولى اللي عم تقدر تشوف هذا الفيلم في منطقة الشرق الأوسط بإطلاقها، أنه نعمل دعوات ونعمل مشاركة مع الشركاء اللي اشتغلوا معنا على إنجاح هذا الفيلم. وهيك حدث مهم للأردن طبيعي نشوف فيه ممثلين، ومنهم نادرة عمران اللي كانت كثير متحمسة بالعرض كونه الفيلم تصور بأماكنها المفضلة. شو أحلى من صحراء وادي رم والبتراء، جزء من البتراء صحراء وحلو كتير كمان. أما شريف الزعبي فكان متفائل بإنتاج الفيلم. إن شاء الله يكون عندنا صناعة، يعني إحنا بنعاني من هالقصة، فإن شاء الله يكون يعني زي ما العالم وبوجه أنظاره لتصوير المشاهد وتصوير أفلام عندنا في الأردن، يكون برضو حافز للمنتجين الأردنيين ويكون حافز للصناع الفيلم الأردني، خلينا نحكي، لينتجوا أفلام كثيرة بالأردن.